السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هل سيتم ترحيل السوريين من تركيا؟ اخواني، هذا الفيديو لازم يسمعوا جميع السوريين والمقيمين على الاراضي التركية، منشان هيك اعملوا اعجاب للفيديو وشاركوه عند اصدقائكم على الواتساب. هل سيتم ترحيل السوريين من تركيا؟ يمكن من اكثر المواضيع اللي بيفكروا فيها السوريين المقيمين بتركيا انه شو مصيرنا بتركيا. اخواني، رح اعطيكم جواب منطقي ورح اعطيكم شوية امور جدا هامة لحتى تعرفوا شو المستقبل وشو اللي عم يصير. ليش بهي الفترة تحديدا يا اخواني؟ أنشأت الحكومة التركية رابط لدورة الاندماج. ليش بهي الفترة تحديدا يا أخواني؟ قامت إدارات الهجرة بإرسال رسائل لتثبيت عنوان النفوس. ليش بهي الفترة يا أخواني؟ دعوا جميع السوريين والعرب المقيمين بتركيا إلى الاندماج في تركيا، إلى تصحيح المخالفات، إلى تطبيق القوانين. السؤال الأول، هل سيتم ترحيل السوريين من تركيا؟ هذا الشيء يا أخواني غير وارد نهائيا في تفكير الحكومة التركية. تركيا بلد كريم ودولة كريمة، ما بترحل الناس اللي فوتتهم على بيتها. تركيا ترحل الأشخاص مرتكبين الجرائم والمخالفين. يعني رح أعطيكم مثال، يعني إذا أنت واحد فات على بيتك، مو لازم تعرف شو هويته شو اسمه؟ طيب إذا عمل لك شي مشكلة بقلب بيتك، ما رح تطالعه من بيتك؟ أكيد رح تطالعه من بيتك. تركيا استقبلت السوريين بينما في كتير بلاد سكرت وجهها بباب السوريين. اليوم السوريين يا أخواني في تركيا هم أصبحوا جزء من المجتمع التركي، سواء بالعمل سواء بكتير أمور. اليوم الشعب السوري الموجود بتركيا وأصبح جزء من الواقع والمجتمع التركي. رسائل لتثبيت عنوان النفوس، روابط لحضور دورات الاندماج، تكثيف الموظفين بإدارة الهجرة وغيرها من كتير من الأمور يا أخواني، هي كلها مؤشرات بتدل يا أخواني أن السوريين ما لهم رجعة على سوريا، مثل ما وضح وزير الداخلية التركي السيد سليمان سويلو. ولكن تركيا يا أخواني مو معقول تخلي السوريين على الأراضي التركية وهن مخالفين وهن غير منظمين. من الطبيعي جدا أنه أي شخص مقيم في تركيا يكون في عنده كملك، يكون في عنده قيد نفوس، يكون مقيم بعنوانه الصحيح. بركة هي الدولة حبت تتواصل معك، بركة هي الدولة حبت توصل لك رسالة معينة. كيف بدهم يقدروا يوصلوا لك إذا أنت عنوانك غير صحيح؟ كيف بدهم يقدروا يتعرفوا عليك إذا أنت ما عندك كملك؟ هاي الفترة يا أخواني عم يتم تنظيم الجميع لحتى بالفترات المقبلة بعد ما يتم تنظيم جميع السوريين بيطلعوا هيك، بيعرفوا أعداد السوريين، بيعرفوا أرقام السوريين، بيعرفوا السوريين ومقيمين، ببين معهم كل شيء. بعد هيك يا أخواني رح يتم دمج السوريين في المجتمع التركي عاجلا أم آجلا، لأنه ما في حل آخر. يعني السوريين اليوم صار لهم مقيمين بتركيا مو سنة وسنتين، في سوريين صار لهم هون 10 سنين وأكثر. فهذا هو الموضوع يا أخواني اللي ماشي عليه حاليا الحكومة التركية. طبعا يا أخواني عملت فيديو قبل هذا الفيديو مباشرة يخص تحديث البيانات ورخصة القيادة التركية وموضوع الإقامات، قبل هذا الفيديو مباشرة بنصحكم أنكم تشوفوا. بتمنى تكون وصلت الفكرة أخواني. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.